هذا وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تفاؤله بحوار جدي بين الأطراف المتنازعة في اليمن، مشيرا إلى الإعداد للقاء بين طرفي النزاع سيعقد في النصف الأول من نوفمبر الجاري. ولد الشيخ قال في تصريح خاص أدلى به إلى مركز الأخبار أن القرار 2216 يتطلب نية حسنة ومرنة في التطبيق، لافتا إلى وضوح البنود التي يشملها القرار. اليوم متفائلين جدا لأنه كان هناك كثير من النقاط التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة التي تدل أننا الآن في اتجاه إلى حوار جدي. هذا أولا بالتزام الأطراف، بالتزام الحوثيين والمؤتمر بالقرار 2216، وكذلك بقبول الرئيس لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لهذا اللقاء، ونحضر الآن لهذا اللقاء، وربما في رأيي سيعقد قبل إن شاء الله منتصف الشهر الجاري اللي هو شهر نوفمبر. لدي الآن وفد كان بمسقط، التقى مع الحوثيين والمؤتمر في مسقط، واليوم موجودين بالرياض للتحضير بالضبط لهذا المؤتمر الذي ربما سيكون في جنيف. هناك خلينا نقول 90% من الاحتمال أنه يكون في جنيف، ولكن نحن ننتظر موافقة الرئيس وموافقة الأطراف على المكان وعلى الزمان وعلى المحاور التي سنتحدث عنها. نحن عارفين أننا سنتحدث تحت مظلة القرار 2216، ولكن نريد أن يكون هناك جدول أعمال واضح كذلك للنقاش.